President of the Arab Republic of Egypt. Honorable ministers, distinguished guests, excellencies, ladies and gentlemen. وهذا التبادل لمذكرات التفاهم وأوراق التواضع والتي يتبادلها القائدان الكبيران سوف نشهد تبادل التواضع اتفاقاً بمرور 75 من تدشين العلاقات الثنائية من جانب مصر وزير معالي وزير الاتصالات والتكنولوجيا والسيد أشويني واسنف وزير السكك الحديدية والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات. تفضلوا. شكرا معالي الوزير. والآن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني بين الفريق الهندي وبين الفريق المصري. السيد عامر أحمد وزير الاتصال وتكنولوجيا المعلومات من الجانب المصري ومن الجانب الهندي. السيد أشويني واشنب وزارة السكك الهندية والإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات. شكرا معالي الوزيرين. ثالثا لدينا مذكرة اتفاقية بين الهند ومصر. أرجو أمير أحمد سمية طلعت من الجانب المصري وأبن السيد أشويني واشنف من الجانب الهندي وزير السكك الهندية وتكنولوجيا المعلومات لتبادل الوثائق. شكرا معالي الوزراء. مذكرة تفاهم في مجال الثقافة الزراعة في مجال الزراعة من الجانب الهندي وزير الثقافة ومن الجانب المصري وزير الزراعة. شكرا معالي الوزراء. الآن مذكرة تفاهم التعاون في أمور الشباب. شؤون الشباب. من الطرف الهندي السيد سامي شكري. ومن الطرف الهندي السيد أنوراغ سينغ لوزير في وزارة الرياضة وشؤون الشباب. يتبادلان الوثائق. وبعدين هناك اتفاق تعاون بين في مجال الإعلام والإذاعة بين الجانبين الهندي والمصري. شكرا معالي الوزراء. السيدات والسادة، وهذا ينتهي بنا إلى حفل توقيع تبادل الوثائق في مجال اتفاقيات التعاون وذكريات التفاهم.